لو توفيق عكاشة اتضرب ما حدش ليه حق انه يضربه. وبعدين يعني انا عايز اعبر عن نفسي، انا شايف ان توفيق عكاشة دوت يعني شبه القذافي، انا ما بحبوش، بس مش معنى انه قاعد مع السفير الاسرائيلي يحصل فيه كده. طب ما الدوله نفسها بتقعد مع الحكومه الاسرائيليه، وايه العيب في كده يعني؟ ما انا لو لقيت واحد اسرائيلي هقعد معاه، ايه العيب في كده؟ طالما قدام المخابرات عارف انا بعمل ايه، ايه المشكله في كده؟ طالما في فترة السلام او الدوله بتستدعي، الظروف اللي احنا فيها بتستدعي كده. طبعا انت بتقول لي ايه الموقف ان في مجلس الشعب ان حصل اعتداء على توفيق عكاشه، واحد ضربه بالجزمه. اول حاجه محزنه وحاجه مؤسفه ان مجلس الشعب يظهر فيه بعض الناس احنا ادينا لهم اصواتنا. انا مش عايز اقول المدرسه الصنايع، لان يعني بتوع المدارس الصنايع او المدارس ادب من كده. مجلس الشعب ده يا جماعه الصوره بتاعت مصر على مستوى العالم. هل الناس اللي احنا مصطفينهم ومختارينهم هل على ارقى مستوى، هل على قد المسؤوليه؟ اذا كنا احنا بنقول عن دول ناس مصطفينهم، امال الشعب ايه؟ دول هزقونا، دول حطونا في مكانه قدام العالم مكانه غير لائقه، ما تصلحش ان نتكلم نقول دول بتوع مجلس الشعب. اولا انا بعتبر ان المجلس ده مجلس للنقاش والحوار وتقديم رؤيه وحل مشاكل واصلاح التشريعات والقوانين وخدمه الناس. مال ان هو يوصل لدرجه انه يكون في اعتداء من نائب لنائب؟ ده امر بيسيء مش يعني الحياة البرلمانية، وبيسئل الشعب المصري وبيسئل لنا كلنا. انت مهما يكون مع الاختلاف معاه وطريقة توفيق عكاشة واسلوبه في الاستفزاز او في الحوارات، الا انه الامر ده يعني مش بيقلل من شأن مصر والبرلمان المصري. انت شايف اللي حصل ان نائب اعتدى عليه بالضرب النهاردة دوت اسلوب للتعبير عن الرأي، اسلوب صحيح للتعبير عن الرأي؟ ايه ده، هو استفزه بحاجة فعشان كده هو عمل معاه كده. يعني انت متفقه اساسا مع رد الفعل ده؟